احد الانديه. مكالمه هاتفيه جدا مهمه بالتاكيد سياده العميد احمد مهدي المشرف العام على الكره بنادي طلائع الجيش اللي برحب بيه في البدايه. اهلا بحضرتك يا فندم وسعداء بوجودك معنا. اهلا وسهلا كابتن، برحب بحضرتك وبكل مشاهدينك ومستمعينك الكرام. خليني في البدايه اهني على المستوى اللي خلاص يعني اصبح طلائع الجيش هو الفارس او الحصان الاسود لهذا الموسم وتواجده في المركز الرابع، بالتاكيد كل التهنئه لحضراتكم على المجهود المبذول عشان توصلوا لهذه النقطه. ربنا يخليك بشكل افضلك والف شكر على الكلام المحترم. لا ده بالتأكيد حقكم، ولكن أكيد أي حد هيتبادر لذهنه سؤال الطبيعي جدا، يعني طبعا مبروك تولي كابتن علاء في البداية، نعرف كواليس إن هو اتعاقد مع حضراتكم إزاي، وبعد كده نسأل ليه كان الاستغناء عن كابتن طارق العشري. والله أنت عارف هو سواء كده أو كده، إحنا الحمد لله رب العالمين نهينا الدوري اللي فات في مكانة كويسة ومكانة محترمة. صحيح. يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا خلال الفتره اللي جايه ونقدر نحافظ على المكانه دي ونبني عليها حاجات كتير، يعني نتمنى من الله الكلام ده ان شاء الله. وبعدين انت عارف ان سنه الحياه يعني ممكن يعني تبقى في فتره معينه انت محتاج فيها حاجه معينه بتقدر على اساسها ان انت تحدد اهدافك وطموحاتك والكلام ده كله. الاختلاف في الامور الكرويه دي يعني وارد يعني في كل شيء. طيب يعني وارد. اسهل على حضرتك، انا من خلال حضرتك ان انا بشكره على الفتره اللي فاتت ادى معانا موسم رائع. صحيح. موسم محترم، وهو من المدربين المحترمين اللي انا بنتنبأ لهم بمستقبل ان شاء الله كبير، ربنا يوفقه في الخطوه اللي جايه، وربنا يوفقنا مع الكابتن علاء طبعا خلال الفتره اللي جايه وخلال الموسم اللي جاي ان شاء الله. هل مساله صفقات هل كان محتاج تدعيمات ولا لا خلاص تلاقت الافكار وتلاقت الرغبه بين حضراتكم ان هو لا يبقى ده نهايه المطاف؟ لا هو الصفقات والدعم والعناصر اللي موجوده عندنا كل حاجه كانت متاحه للكابتن طارق والمدير الفني والسيد رئيس مجلس الاداره ومجلس اداره نادي الجيش، وفر كل السبل اللي احنا بيها وصلنا للمركز اللي احنا كنا متواجدين فيه ده. كان الدعم الكبير طبعا توفيق ربنا فوق كل شيء، ودعم الاستاذ رئيس مجلس الاداره ومجلس اداره نادي طلائع الجيش. صحيح. قدرنا ان احنا نوصل للمكان اللي احنا موجودين فيها، بالاضافه للكابتن طارق ومجهوداته والناس الجهاز المعاون الموجود معاه اللي بنقول لهم كل احترام وتقدير. واحنا على يعني احنا اللي بيننا وبين الكابتن طارق كتير يعني كبير طبعا، وده راجل احنا بنعتبره ابن المؤسسه العسكريه، واذا كنا النهارده ما بقاش في ما بيننا وما بين بعض سبل عمل، اكيد ان شاء الله في الفترات اللي جايه ربنا ييسر الامور ونتلاقى ثاني مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. انت عارف كابتن احمد من كلامي معاك وحرص طبعا وحب نادي طلائع الجيش مع مساله ان هو الواحد ما بيصدق توليفه حلوه بتبقى ماشيه وعامله شغل كويس، ولكن قدر الله ما شاء فعل، واكيد هيبقى المرحله القادمه مع كابتن علاء ايه ملامحها، ايه اللي تم الاتفاق مع كابتن علاء في الموسم القادم، ايه المطلوب، هل تمحقوا ان احنا نبقى موجودين في هذه المرتبه ولا لا نسعى ان يكون في مركز متقدم كمان لطلائع الجيش. مش هخف عليك ان هو يعني الحمد لله ربنا وفقنا كابتن علاء من المدربين المحترمين المدربين الكبار، احنا بنامل معاه خلال الفتره اللي جايه بدعم بتوفيق ربنا في الاول ودعم السيد رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره ان هو يوصل نبني على المكانه اللي احنا وصلنا لها ونقدر نبقى في مكان يليق بالمؤسسه العسكريه المحترمه صحيح. هي تحتها يعني اللي هي تستحق مننا كتير. طبعا طبعا يعني كل نقطه تعرق يعني اللي رفعت هذا الاسم بالتاكيد هي لازم ان تبذل ولازم ان هي تبقى في محلها عشان يبقى نادي طلائع الجيش في المكان اللي يستاهلها بالتاكيد. خليني اسالك عن الموقف الخاص بمحمد بسام بالامس، نسمع انه راح الزمالك النهارده المصري. فوجئت النهارده الصبح بالكلام اللي بيتقال ده كله، كل الكلام ده ليس له اساس من الصحه، وكويس ان انت حضرتك يعني انا عملت المداخله دي مخصوص عشان اوضح ان كل الكلام المتداول على السوشيال ميديا وعلى المواقع ليس له اساس من الصحه. جميع لعيبه نادي طلائع الجيش موجوده في نادي طلائع الجيش. قد يستجد جديد ده طبقا لقرار ورغبه السيد رئيس مجلس اداره نادي طلائع الجيش ومجلس الاداره، انما حتى الان لم يتم اي حاجه في الموضوعات اللي حضرتك بتتكلم فيها دي خالص. كل ده اجتهادات صحفيه. والله انا مش عارف، انا بقول لحضرتك احنا واخدين راحه يومين، كل الكلام ده بيتقال
ونعمل على ايه؟ انا والله مع يعني عشان كده بتواصل معاك عشان نطلع نوضح للراي العام، وده مهم جدا. كل يعني الكلام اللي بتداول عن اي لاعب في نادي قراء الجيش ليس له اساس من الصحه. محمد بسام لسه مجدد تعاقده معين يعني احنا اعلنا ان مهند انتقل لفيوتش تمام لما تمت الصفقه، انما لما بتتم حاجه وتبقى في 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 في, في المانيا بالطبيعه بتاعها والصح احنا بنعلن عنها، انما طيب. كل الكلام اللي بيتقال ده انا ما اعرفش اساسه ايه. طيب تعاقدت مع محمود وحيد كواليس برضه؟ تمام، تعاقدت مع محمود وحيد الحمد لله. تمام، وانا بنتهز فرصه وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي المحترم اللي تعاون معانا وادانا فرصه ان احنا نتعاقد مع محمود وحيد على سبيل الاعاره لمده. طب ما تدينا حد كده كمان كده عشان يبقى الراي العام كله كده واضح قدامه وما يبقاش فيه اجتهادات. تعاقدنا مع محمود محمد فتح الله لاعب المغازي المحله على سبيل الاعاره. لا ده حد جامد جدا في الدفاع بجد يعني. تعاقدنا مع مصطفى الخواجه لاعب سموحه على سبيل الاعاره لمده موسم. تمام، تعاقدنا مع شريف حتحوت محمد شريف حتحوت لاعب انبي لمده موسم، وجاري تدعيم الفريق وان شاء الله السنه دي تكون التدعيمات كلها على قد المسؤوليه وتغطي طموحات ويعني ورغبات مجلس اداره النادي طلاع الجيش والجهاز الفني لنادي طلاع. انا عارف مش هتهدى، انت لسه في عندك كواليس ثانيه جديد شغال على حاجه لسه. والله انت عارف ان احنا الكوره دي كل دقيقه فيها حاجات ثانيه متغير. صحيح، بس انا ما بحبش اعلن غير الحاجه اللي تكون في ايديا فعلا، وانا بحترم يعني ده فيه. الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده انا وصلني للعقود بتاعت اللعيبه دي كلها. تمام، ده كده خلصناه تمام، لكن انسى كده لسه يبقى ده خلصاني بقى اقدر اتكلم فيه واقول لحضرتك ده الكلام المظبوط. لكن انت ما عليك لسه بتسعى كده لحد في الاهلي والزمالك ولا خلاص؟ ها احنا انت عارف ان احنا طموحاتنا كبيره وما بنشبعش في موضوع اللعيبه ده حق مشروع لاي نادي وحق مشروع لكم بالتاكيد، لكن انت شغال على حاجه كده طبعا صح؟ ربنا ييسر ان شاء الله. ربنا ييسر، بالتوفيق ليك، واكيد يعني انت من احد الركائز اللي في طلائع الجيش اللي ما حدش ينكر الايادي البيضاء ليك فيها من فتره طويله. انا احب انسب الفضل لاصحابه واستاذ مجلس الاداره بالتاكيد طبعا الدعم مجلس الاداره واللي فات المجهود اللي فات اللي بذله الجهاز الفني قياده الكابتن طارق واللي ان شاء الله هيبذله الفتره اللي جايه بقياده الكابتن علاء والاداريين جميع الاداريين الموجودين معانا والعمال وكل اللي ساهموا في نادي طلاع الجيش ينهي الموسم اللي فات في هذه المرتبه. صحيح، اللي احنا هنبني عليها ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. في حد جاي له عروض لسه يعني ما بتش فيها؟ دي حاجه طبيعيه والله. اول انت عارف ان طبعا بيبقى في كواليس دي خاصه بالسيد رئيس مجلس الاداره ومجلس اداره نادي طلاع الجيش، نحترم الامور اللي زي دي احنا مش بنتكلم فيها غير لما تحسم مع الاداره وناخد اوامر بان احنا نقدر ويسمح لينا بالاعلان. انا احنا بنعلن على طول خلاص، واحنا دايما معاك هنا، خلينا ننفذها اللي احنا نعلن فيها دايما وده شرفنا. لينا الشرف يا فندم، لينا الشرف. اشكرك سياده العميد احمد مهدي طبعا المشرف عام على الكره بنادي طلائع الجيش، علينا كواليس